أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس تفسير سورة التوبة في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة. يقول الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، هؤلاء قوم من المنافقين. كان من بين الخزرج رجل يقال له أبو عامر الراهب. هذا الرجل كان متنصرا، ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته وهاجر إلى المدينة شرق بها وأكن لها الحقد والحسد والضغينة والبغضاء، كحال حيي ابن أخطب ومن سار على منهاجه من اليهود. فهذا الرجل أكن وأضمر العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج إلى الروم يستنصر بهم، وقال لمن تبعه وكان على شاكلته في النفاق: ابن مسجدا كي تجتمعوا به، حتى إذا جئتكم بمدد من الروم نأوي إلى هذا المسجد، يعني ونكمل المؤامرة. فبنى هؤلاء مسجدا وهو قريب من مسجد قباء، لأنه يعني في منطقة بني الحارث وهي المنطقة المتاخمة لمسجد قباء. اتخذوا مسجدا ظاهره أنه للصلاة وباطنه أنهم يجتمعون فيه ليأتمروا على رسول الله وعلى أصحابه ودولته. وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة تبوك وقالوا: يا رسول الله، إن ابتنينا مسجدا نصلي فيه ويأوي فيه ابن السبيل والعابر، ونريدك أن تصلي فيه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رجعت من الغزو أتيت إلى مسجدكم فصليت فيه. ولما جاء رسول الله أنزل الله عليه هذه الآيات، فأرسل إليه نفرا من المهاجرين أو الأنصار ليضرموا فيه النار، لأن هذا هو مآل المشاريع التي بنيت للإفساد والتفريق والإضرار بالمؤمنين. وسمى الله هذا المسجد مسجدا ضرارا، ولهذا يسمى كل مشروع يبنى لأجل الإفساد والتفريق يسمى مشروع الضرار أو مسجد الضرار أو نحو ذلك. قالوا: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، يريدون به المضارة والمكايدة، وكفرا من أجل الكفر وليس من أجل الإيمان، وتفريقا بين المؤمنين حتى يفرقوا صفوف المؤمنين، ومنهم الذين كانوا بجوارهم من أهل مسجد قباء حتى ينخذلوا عنهم ويفرقوا الصفوف، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني أبا عامر الراهب مرصد ومعد لذلك الرجل الذي حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن لك يا رسول الله إن أردنا إلا الحسنى، والله ما أردنا إلا الخير. وهذه طبيعتهم يا إخوان، وهم الآن إذا اكتشفوا على أمر من الأمور أقسموا بالأيمان المغلظة أنهم ما يريدون إلا الخير وإلا الصالح العام. واليمين أقرب شيء لألسنتهم كما بينا في مجالس ماضية أنهم يكثرون الحلف، وقد ذكر الله في حلفهم في هذه السورة قرابة 7 مواطن.
يحلفون بالله ما قالوا، يحلفون لكم ليرضوكم، إلى آخره. قال ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. ماذا قال الله في مقابل ذلك؟ قال والله يشهد إنهم لكاذبون. إي والله، هل وراء هذا شيء؟ ما وراءه شيء. إذا كان الله العظيم الجليل يشهد بأنهم كاذبون، ما بقي من حالهم شيء. قال لا تقم فيه أبدا. مثل هذه المشاريع التي يراد منها التفريق والإرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل والكفر والمضارة ليس لها عندنا مقام ولا قدر، وإن تكلف الناس في بنائها ما تكلفوا وأنفقوا ما أنفقوا، ينبغي أن نقف في وجهها بالمرصاد وأن نعلن لأصحابها إنكارنا جملة وتفصيلا لهذه المبادئ ولهذه الاجتماعات ولهذه المشروعات التي لا يراد بها وجه الله. لا تقم فيه أبدا، لا تصلي فيه ولا تزره ولا تذهب إليه أبدا فيما تستقبل من الزمان. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذه يراد بها مسجد قباء، لأنه هو المسجد الآن الذي كان بجوار هذا المسجد وفي نفس المنطقة، منطقة بني الحارث إن لم تخني الذاكرة. قال لمسجد أسس على التقوى، لما بني يراد به تقوى الله عز وجل، أساسه وبنيانه التقوى، من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. لاحظوا هذا المسجد قد اجتمع فيه وصفان، الوصف الأول أسس على التقوى، والثاني يرتاده رجال مؤمنون. إذن المسجد مسجد الضرار لم يؤسس على التقوى، والذين يرتادونه ويجلسون فيه أناس أهل ريبة وشك ونفاق. طيب، أحق فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. روي في الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرى الله يثني عليكم في الطهر، فماذا تفعلون؟ قالوا إنا كنا قوما أهل جاهلية، وكان لنا جيران من اليهود، وكانوا إذا استنجوا أتبعوا الحجارة بالماء، فكنا نتبع الماء الحجارة، بمعنى أننا إذا قضينا حاجتنا من غائط أو بول بدأنا أول ما نبدأ بيش بالحجارة لئلا نباشر النجاسة، فإذا طهرنا المحل غسلنا بالماء، فكان ذلك أكمل في الطهر. إذن يحبون أن يتطهروا، وهذا فيه الدلالة على فضل الجماعة الذين يتطهرون ويحرصون على التنزه من النجاسات. ثم أثنى الله عليهم بقوله والله يحب المطهرين، يحب المطهرين. وأي منزلة أعلى وأجل من أن يصل الإنسان إلى محاب الله جل وعلا فيكون ممن أحبهم الله، ما بعد ذلك شيء. قال والله يحب المطهرين. والتطهر هنا يشمل نوعين، التطهر المعنوي من الشرك والذنوب والمعاصي والشبهات، والتطهر الحسي من النجاسات والقاذورات، أكرمني الله وإياكم. وقوله أحق أن تقوم فيه، ليست هذه من أفعل التفضيل التي على بابها، بل هي ليست من أفعل التفضيل، بل المقصود الحق أن تقوم فيه، مثل قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ليس المقصود أنهم على خير وهذا أخير منه، لا، بل هذا هو الخير وحده. ومثل لما تقول أيضا الله أكبر أو غيرها من العبارات التي تمدح بها ربك سبحانه وتعالى، فإن المقصود أنه هو الكبير وحده. قال والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ يقارن بين الموقعين والمكانين،
الذي أسس على تقوى من الله خير أو الذي أسس بنيانه على شفا أي على طرف جرف؟ الجرف يقولون البئر غير المطوية، البئر المطوية التي بنيت من الداخل، والجرف يقولون هو البئر التي ليس بها بناء فهي يعني مقاربة للانهدام. جرف هار أي بدأ يتدهده وينهدم أو قد انهدم بالفعل، أيهما يكون بناؤه قويا؟ الذي أسس على تقوى من الله أو الذي أسس على حفرة قد انهارت؟ لا شك أن الذي أسس على حفرة قد انهارت لا يمكن أن يستقيم وأن يطول البناء وأن يمكث، فانهار به في نار جهنم. وبهذا يا إخواني ننتبه إلى أن أهم شيء نؤسسه في قلوبنا هو التقوى، فإن العبد إذا أسس ديانته على تقوى صادق وإيمان حقيقي لا يضره ما حصل له من زلات أو معاصي، سيرجع ويتوب ويعود إلى ربه. أما إذا كانت التقوى ضعيفة والقلب متذبذب فإنه مهما استكثر من الحسنات وعمل من الصالحات سيبقى ذلك على شفا جرف انهار يوشك أن ينهار بصاحبه، ثم يقول ذلك والعياذ بالله به إلى نار جهنم. قال: والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. هذا البنيان الذي بنوه سيبقى ريبة في قلوبهم، بمعنى أنهم يتحسرون عليه، كيف تعبنا فيه هذه السنوات نبنيه، فيندمون ويتحسرون. قال: سيبقى حسرة وندامة عليهم إلا أن تقطع قلوبهم، يعني حتى يموتوا. وقيل: لا يزال بنيانهم ريبة، يعني هم يشكون، يقول: نحن محسنون وبنينا مسجد، ما يزالون مرتابين في أمرهم مترددين في حالهم، ما الذي حمل رسول الله على أن يحرق هذا المكان الذي بنوه؟ قال: إلا أن تقطع قلوبهم، يعني إلا أن يموتوا. وقيل في قوله إلا أن تقطع قلوبهم، يعني إلا أن تتقطع قلوبهم حسرة وندامة على ما فعلوا فيتوب الله عليهم. وهذا استدل به من استدل من العلماء على أن من شروط التوبة الندم، فقال: إلا أن تقطع قلوبهم، أي حسرة وندامة على ما سلف منهم من الذنب عندما بنوا مسجد الضرار. والله عليم حكيم. ثم قال الله عز وجل في آية وعد بها أولئك الذين أقبلوا عليه بأموالهم وأنفسهم، يطلبون الصفقة من الله، أعظم صفقة في ظهر على ظهر الأرض منذ أن خلق الله السماوات والأرض وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما عقدت صفقة أشرف ولا أجل ولا أعظم من هذه الصفقة الكريمة. تدرون ما هي؟ هي الصفقة التي عقدت بين الله وبين المؤمنين. اسمعوا هذه الصفقة: المشتري هو الله، والبائع هو المؤمن، والسلعة هي نفس المؤمن، والثمن الجنة. في أحد منكم يعرف صفقة أجل من هذه الصفقة؟ ما في. هذه أعظم بيعة حصلت في العالم، في الكون كله، أعظم بيعة هذه البيعة. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها، أسأل الله الكريم بمنه أن يجعلني وإياكم من أهلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ولما كانت صفقة بدأ بالأبلغ والأعظم وهو النفس، وهذا هو الموطن الوحيد في القرآن الذي قدمت فيه النفس على المال. قال: بأن لهم الجنة. ماذا يفعلون يا رب حتى يحصلون هذه الجنة ويحصلون على هذه السلعة الغالية منك؟ قال:
يقاتلون في سبيل الله فقط، فيقتلون ويقتلون، يقدمون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون أعداء الله، لا يجبنون ولا ينثنون ولا يحوصون، ويقتلون ويكون المصير أن يقتلوا في تلك الميادين وعدا عليه حقا. ثم يؤكد ربنا سبحانه وتعالى، لأنها صفقة صك بيع، والصك يا إخوان يحتاج إلى إيش؟ توثيق. فيقول وعدا عليه، يكفي يا رب؟ قال لا حقا. طيب يكفي يا رب؟ قال لا مذكور في التوراة والإنجيل والقرآن، كتب السماوية الثلاثة تشهد عليها الأمم الثلاث، أعظم الأمم وأجلها. يا الله. ثم يؤكد ذلك فيقول ومن أوفى بعهده من الله؟ هل هناك أحد أوفى من الله؟ لا والله. قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ليبشر من باع، فيا رب اجعلنا ممن باع. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يعني كل هذه الآية مؤكدات من أولها إلى آخرها، ليؤكد الله عز وجل على أن هذه الصفقة الجميلة الرائعة الرابحة الكريمة من الرب العظيم هي أعظم الصفقات. ثم قال الله عز وجل التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه الصفات اختلف فيها، هل هي صفات لأولئك الذين عقدوا الصفقة مع الله؟ إن الله اشترى من المؤمنين ثم وصفهم فقال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون المعروف والناهون عن المنكر، أو أن الله جعل المؤمنين صنفين، صنف باعوا فاستشهدوا، وصنف لم يحظوا بهذه الشهادة لكنهم اتصفوا بهذه الصفات؟ قولان للمفسرين لم يتضح لي حقيقة، هل الآية مكملة للآية التي قبلها أو إشارة إلى صنف آخر لم يتمكن من الظفر بتلك الصفقة فتمكن من أعمال صالحة ذكرها الله عز وجل حتى يكون لهم مقام عند الله جل جلاله؟ فما هي هذه الصفات؟ نسأل الله أن يجعلنا من أهلها ومن أهل الآية الأولى. قال التائبون، لماذا بدأ بالتوبة؟ لأننا في سورة التوبة، والتوبة هي بداية الرحلة مع الله، أول ما تبدأ تتوب حتى تصفي ليصفو لك الطريق. والتوبة تعني الرجوع، لا تعني مجرد الاستغفار، تتوب بمعنى تستغفر وترجع، ترجع إلى الله من الطريق الذي كنت تسلكه والمجال الذي كنت فيه. قال العابدون، قد عبدوا الله لأنهم عرفوا أنهم خلقوا للعبادة، فهم يتقربون إلى الله من هذه البوابة العظيمة، بوابة العبودية. قال الحامدون، لما ذكر العبادة أراد أن يفصل فيها فبدأ بالأقوال لأنها أقرب ولأن الذكر أفضل عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، خير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. فقال هنا الحامدون، الحمد قولي طبعا ولا شك أنه قلبي. قال السائحون، من هم السائحون؟ قيل هم الصائمون، وقد ورد في حديث أن سياحة أمتي الصيام، وبه فسر قول الله عز وجل في حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. قيل هناك سائحات أي صائمات، وهذا هو الظاهر من تفسير قوله سائحات. أما هنا فقيل إنه بمعنى الصيام، وقيل إنه بمعنى الجهاد في سبيل الله، لا
لأنه ورد في حديث سياحة أمتي الجهاد. أنا قلت سياحة أمتي الصيام، لا، سياحة أمتي الجهاد، فانتبهوا. الثالث قيل السائحون في طلب العلم، ولعل الله ولعل الأمر يتسع لذلك كله، فيقال السائح هو الصائم، والسائح هو المجاهد، والسائح هو من خرج في طلب العلم، ومن خرج أيضا للدعوة إلى الله عز وجل، كل هؤلاء سائحون. الراكعون الساجدون، أكد على الصلاة بعملين من أعظم أعماله وهما الركوع والسجود، وإذا عبر عن العمل بجزء منه دل على ركنية ذلك الجزء، وهذا مما يدل على أن الركوع ركن والسجود ركن، وأنهما من أعظم ما يتقرب بهما العبد إلى الله. قال الصحابي لرسول الله: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بإيه؟ بكثرة السجود. شوف نص من الصلاة على السجود، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، انتبهوا، لا يراد منك أن تكون مصليا في روضة المسجد أو في الصف الأمامي وأنت لا يتمعر وجهك غضبا لله، لا تنكر منكرا ولا تأمر بمعروف ولا تصلح في الأرض ولا توصي بالحق ولا توصي بالصبر، لا، هذا ليس من الصلاح في شيء. الصلاح أن تكون عابدا حقا لله في المحراب وفي جوف الليل، وإذا رأيت المنكر تمعر وجهك وأنكرته، وإذا رأيت من ترك شيئا من المعروف نصحته وذكرته. قال: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبينا فيما مضى من هذه السورة أن المعروف كل ما عرف بالشرع والعقل حسنه، وأن المنكر كل ما عرف بالعقل والشرع قبحه. وبينا الفرق بين الفحشاء والمنكر بأن الفحشاء ما دل العقل على قبحه، والمنكر ما دل الشرع على قبحه. قال: والحافظون لحدود الله، الذين يحفظون حدود الله فلا يضيعونها أيا كانت، عندما يطلق امرأته يعرف حد الله في الطلاق، فلا يطلقها في طهر قد جمعها فيه، ولا يطلقها في حيض، ولا يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، حافظ لحدود الله. وإذا طلق امرأته لم يخرجها من بيتها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إيش؟ وتلك حدود الله، إيش؟ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. إذن الحافظون لحدود الله الذين يحفظون حدود الله وأوامره ونواهيه فلا يخالفون في شيء من ذلك. وبشر المؤمنين، وهذه قد يستدل بها على أن هذه الأصناف أو هذه الأوصاف إنما هي لصنف آخر غير الأولين، والله أعلم. ثم قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. بعدما بيّن حكم الاستغفار للمنافقين وأنه لن ينفعهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، بيّن هنا النهي التام عن الاستغفار للمشركين. لماذا؟ قال: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما دام أن الله حكم عليهم بأنهم من أهل الجحيم، فبأي حق تفتري على الله فتستغفر لمن حكم الله له بأن يكون من المشركين؟ هذا لا يكون ولا يليق. ولذلك قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ويقال إن هذه الآية نزلت لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. المهم أنه أبى ومات على دين عبد المطلب، نسأل الله العافية والسلامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ليبين له أنه قد نهي عن الاستغفار لكل مشرك. قال: ولو كانوا أولي قربى، يعني ولو كانوا من قرابتك كأبيك وأمك وعمك، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. إبراهيم لما حصل الحوار والمناقشة بينه وبين أبيه ماذا قال له أبوه؟ قال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال إبراهيم سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فوعد أباه بالاستغفار، والأنبياء إذا وعدوا لا يخلفون. فظل يستغفر لأبيه، فلما أخبره الله عز وجل أنه من أصحاب الجحيم وأنه عدو لله تبرأ إبراهيم منه. ولذلك قال الله في سورة الممتحنة قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن لنا أسوة في إبراهيم والذين معه إما من المؤمنين أو من الأنبياء الذين جاءوا بعده في أن نتبرأ من الكفار ومن معبوداتهم. قال إلا قول إبراهيم، يعني لا تجعلوه أسوة في هذه القضية، هذه القضية لا تأتسوا بإبراهيم فيها. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني فهذه القضية لا تقتدوا بإبراهيم فيها، لأن الله قال هنا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله إيش؟ تبرأ منه. حتى إبراهيم عندما علم بالعداوة تبرأ منه، ثم قال إن إبراهيم لأواه حليم. ما معنى أواه؟ قال العلماء أقوالا كثيرة في معنى أواه، فقيل الأواه الدعاء، يعني كثير الدعاء. نحن نلاحظ بعض الناس ما يفتر من الدعاء في ليله وفي نهاره، ومن حين ما يصلي وإذا أقبل على المسجد وإذا قام وإذا نام دعاؤه كثير، هذا يقال له أواه. وقيل الأواه الذي يكثر التأوه عند الدعاء والذكر، فتجد هناك أنين وحنين عندما يصدر منه الدعاء، وهذا يدل على يعني رقة في القلب وكثرة يعني إقبال من القلب على الله عند الدعاء. وقيل الأواه هو الرحيم، وقيل الأواه الفقيه، وهذا قول يعني غريب الحقيقة في معنى الأواه. وقيل المؤمن التواب، وقيل الموقن، ورجح الإمام الطبري أن المراد بالأواه هنا الدعاء، قال لأنه هو المناسب لسياق الآية، لأن فيها استغفارا، وإبراهيم كان مدمنا للدعاء والاستغفار، رب اغفر لي ولوالدي، فكان يدعو بصدق، فقال إن إبراهيم لأواه أي كثير الدعاء. والأواه قيل الذي يدعو ويكثر التأوه، وأن تلاحظ أن الذي يكثر التأوه في دعائه أنه أقرب إلى الخشوع وأقرب إلى التضرع، الصفة التي طلبها الله عز وجل في من يدعونه، ادعوا ربكم إيش؟ تضرعا. والتضرع يعني أن تنطرح بين يدي الله فتكون مثل الذي يمسك الضرع بيده، فهو يعني حريص ويشد يعني نفسه وقلبه بطلبه الذي يطلبه من ربه جل وعلا. حليم، وهذا أيضا وصف مناسب للآية، حيث إن أبا إبراهيم قال لأرجمنك، وإبراهيم قابل هذا قال لأستغفرن لك، ها؟ قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، قيل إن هذه مناسبة أيضا لما تقدم من أن من دعا لأبويه وهو لم يعلم فلا حساب عليه عند الله، لأن الله ما كان ليعذبه ويحكم عليه بالضلال حتى يبين له، فإذا بين له فترك عفى الله عنه، وإذا بين له واستمر واستمر هنا عذبه الله وعاقبه وأضله. إذن وما كان الله ليضل قوما، وإن كانت الآية لفظها لفظ العموم إلا أنها أيضا
مناسبة لما تقدم من المعنى. قال: حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قد تقول: ما مناسبة هذه الآية؟ فيقال: إن الله إذا حكم بشيء وكان فيما يظهر في حكمه يعني قوة، يبين بعد ذلك دلائل القوة والقدرة وأنه هو الملك المتصرف في شؤون عباده، فله ملك كل شيء يحيي ويميت وليس لأحد ولي ولا نصير من دون الله جل جلاله. ثم قال الله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في زاعة العسرة. الآن جاء إعلان التوبة في سورة التوبة، ولعل هذه الآية من أنسب الآيات التي يعني انتخب منها اسم التوبة، لأنه في آخر السورة أعلن التوبة لجميع من صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة، علما بأنه حصل من بعضهم بعض التلكؤ، حصلت بعض الأخطاء، حصل بعض المعصية، لكن جاءت التوبة عامة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه، لاحظ لا بد من الاتباع، في ساعة العسرة أي في وقت الشدة، ولا يقصد بالساعة الساعة المعروفة، وإنما المقصود به وقت الشدة، لأن غزوة تبوك صارت في الصيف وعبر صحراء قاحلة وإلى مكان بعيد وعدو شديد، فصارت ساعة عسرة، وكان بالناس أيضا شدة، وكانوا ينتظرون طيب الثمار ويعني نعومة العيش. قال: اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ، في القراءة الأخرى من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، يعني لأن بعضهم أرادوا أن يركنوا وأن لا يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله رحمهم فأعانهم على أنفسهم فلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واستجابوا لأمر الله وبذلوا النفس والنفيس وضحوا بكل ما أوتوا من أجل أن تنجح تلك الحملة العظيمة. قال: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. هنا التوبة بمناسبة ذكر الزيغ، أعاد التوبة هنا تأكيدا وبمناسبة ذكر الزيغ، لأنه في الأول توبة عامة على الجميع، ثم هنا قال: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه. فهؤلاء لهم توبة خاصة بمناسبة ذلك الذنب الذي وقع منهم، وهو الزيغ الذي حصل لهم، ثم إن الله عز وجل تاب عليهم وعفى عنه. قال: إنه بهم رؤوف رحيم. ولما ذكر توبته على هؤلاء جميعا ألحق بهم أولئك الذين أرجئ أمرهم، وهم الثلاثة الذين خلفوا: مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية. قال: وعلى الثلاثة، يعني لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، فقوله وعلى الثلاثة يعاد فيها الفعل مرة أخرى، يعني وتاب على الثلاثة الذين خلفوا. ما معنى خلفوا؟ ليس المقصود خلفوا يعني تخلفوا عن غزوة تبوك، لا، خلفوا أرجئ أمرهم وأخر، كما قال في السورة: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. قال: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. لماذا؟ لأنهم لما صدقوا في ذكر ذنبهم لرسول الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجر هؤلاء الثلاثة، فلا يكلموا ولا يسلم عليهم ولا يبتسم إليهم، فكانوا يطوفون في المدينة ويمشون: السلام عليكم، ما أحد يرد السلام، يصلون مع الناس، ما أحد يسلم عليهم. قال: حتى لما ضاق، يقول كعب: حتى لما ضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي ذهبت إلى أخي أبي قتادة لا أعلم أحدا أحب إلي منه،
قال فتسورت عليه الجدار فجئت إليه وهو في حائط الله فقلت السلام عليكم فلم يرد علي، فعدت السلام فلم يرد علي، قال فقلت أنشدك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ هنا طبعا لا بد أن ينهي أبو قتادة الموقف بكلمة ليبين أنه لا مجال لمخالفة أمر رسول الله، وهذا شيء يا إخواني ينبئكم عن النجاح الباهر الذي حققه رسول الله صلى الله عليه وسلم في زرع التقوى في قلوب أصحابه. كان بالإمكان يقول أبو قتادة ما يشوفنا أحد، إذن كيف حالك ابن عمي، ويسلم عليه ويطمن نفسه ويسليه، لا، يعلمون أن هذا من طاعة الله وطاعة رسوله وأن هذه عبادة كما أنهم إذا صلوا لله عبادة. قال أنشهدك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم، وسكت. قال فرجعت. وقصته طويلة وفيها عبر كثيرة، وأوصيكم بقراءتها، فقد رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، خلاص أيقنوا بأنه لا ملجأ ولا مفر من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب الله عز وجل عليهم من أجل أن يتوبوا ويرجعوا، وبالفعل تابوا ورجعوا، بمعنى أنهم رجعوا إلى حظيرة الطاعة بعد المعصية. قال إن الله هو التواب الرحيم، فوصف الله نفسه الكريمة بأنه تواب أي كثير التوبة. ولاحظوا كيف أن التوبة الآن تعطى للجميع، كما ندعو ربنا سبحانه وتعالى نحن في رمضان نقول وهب المسيئين منا للمحسنين، فيتوب الله على عباده كلهم بسبب صلاح بعضهم وإحسان بقية باقية فيهم. قال إن الله هو التواب الرحيم، ولاحظوا كيف يؤكد ربنا سبحانه وتعالى توبته على عباده ورحمته بعدة مؤكدات، فيقول إن ليطمنك يا عبد ويقول لك أقبل إلي فأنا أحب إقبالك إلي وأنا أفرح بتوبتك أشد من فرح ذلك الذي أضل ناقته، إلى آخر القصة. إن الله هو، وهو هذه ضمير فصل جاء للتأكيد، التواب يصف نفسه، ما قال يعني يتوب، قال التواب الذي يتوب على عبده كلما أذنب، الرحيم الذي يدرك عباده برحمته بعد أن يتوب عليه. نسأل الله بمنه وكرمه أن يتوب علينا جميعا وأن يرحمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.